17 ويحضر سخن في عضلاته على التماس. وهذا جانب من الجمهور الغفير، جمهور أنصار اتحاد الحراش اللي ينتظروا دائما في الهدف قبل نهاية اللقاء أو نهاية الشوط الأول بأربع دقائق. حكيم زان طويلة طويلة ناحية رحيم وتدخل وضربة جزاء، ضربة جزاء لصالح رحيم، ضربة جزاء بعد الاعتداء على رحيم، اعتداء كان من جونسون سام رقم 13. إذن الحكم السيد فتحي بوستا كان في المستوى في هذه اللقطة وتبع اللقطة جيدا، ورحيم اللي ساقط على أرضية الميدان ورايحة تقدم له الإسعافات. ومن دون شك إذا عرف اتحاد الحراش كيف يصل هذه المرة إلى شباك الحارس صالفو أنصح، وهذه اللقطة والإعادة والخشونة المرتكبة من طرف اللاعب جونسون سام رقم 13. جونسون سام اللي عنده انذار خلال هذا الشوط الأول، انذار بعد التدخلات الخطيرة من هذا اللاعب. إذن دقيقة 42 يتحصل فريق اتحاد الحراش على ضربة الجزاء وعن طريق رحيم في احتجاج من عناصر هيرتز الغاني، احتجاج من عناصر الفريق أمام السيد فتحي بوستا الحكم التونسي على جانب من احتياطي فريق. وإنذار للحارس صالفو أنصح بعد هذا الاحتجاج كبير من عناصر هيرتز الغاني. تنفيذ راح يكون من بوطالب. لأن الضغط هذا ضغط كبير من اتحاد الحراش، كانت نتيجته أن الفريق يتحصل على ضربة الجزاء اللي هي ضربة شرعية بعد تدخل الخطير من جونسون سام وبوطالب في تنفيذ ضربة الجزاء. وما راح يكون الهدف الأول لصالح فريق اتحاد الحراش بذلك، وفعلا الكرة في جهة والحارس في جهة، وهدف من بوطالب إبراهيم، هدف رائع. ضربة الجزاء كانت بطريقة ذكية جدا، وفرحة كبيرة عند أنصار اتحاد الحراش ليتحروا في هذا الآونة بالذات من أنه كان ينتظر دائما في الهدف هذا. هدف رائع من اتحاد الحراش، وأبو طالب يسجل الهدف، هدف مقابل صفر في دقيقة واحدة قبل نهاية الشوط الأول، وإعادة ضربة الجزاء، الكرة في جهة والحارس في جهة أخرى، وتنطلق المقابلة من جديد لصالح الفريق الغاني. في وسط الميدان بن عمر طويلة ناحية رحيم وتدخل الدفاع، تدخل الدفاع. هكذا إذن فريق اتحاد الحراش، إذا كان بقات النتيجة هكذا هدف مقابل صفر في الشوط الأول، هذا راح يدخل في الشوط الثاني بمعنويات مرتفعة جدا نظرا للهدف المسجل في نهاية الشوط الأول. هذا هدف مستحق نظرا لإمكانيات اللي ظهرها فريق اتحاد الحراش طيلة الشوط الأول.